بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الحمد لله بالفضل والإنعام، ما زال يواري على عباده مواسم الخير، فما انتهى شهر رمضان حتى أعقبه بأشهر الحج إلى بيته الحرام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته العظام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل من صلى وصام وداوم على الخير واستقام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام، سلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أن عمل المسلم لا ينتهي إلا بالموت. قال الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فعمل المسلم لا ينقطع بانتهاء مواسم الخير كشهر رمضان، وإنما مواسم الخير زيادة له على ما كان يعمله في سائر حياته وطول عمره. أما من ظن أن العمل ينتهي مع انتهاء شهر رمضان ويظن أن شهر رمضان يكفر عنه كل سيئاته، ولو ضيع الفرائض ولو فعل المحرمات فإن شهر رمضان يكفر عنه، فهذا وهم باطل وفهم خاطئ. فإن الله سبحانه وتعالى إنما ذكر أن السيئات تكفر بالمحافظة على الفرائض، تكفر بالمحافظة على الفرائض وباجتناب الكبائر. قال الله سبحانه وتعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. أما الذي يظن أن رمضان يكفر عنه ترك الفرائض ويكفر عنه فعل المحرمات، وربما يستدل خطأ بقوله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن، ولا يكمل الحديث حتى يتبين له مقصوده. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتنبت الكبائر، إذا اجتنبت الكبائر، وتضيع الصلوات الخمس من أعظم الكبائر، وفعل المحرمات والعظائم
لا يكفرها، لا تكفرها الصلوات الخمس ولا رمضان ولا الجمعة ولا شهر رمضان، وإنما تكفر بالتوبة، تكفر بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فعمل المسلم يستمر طول حياته. قال الله جل وعلا: والذين هم على صلواتهم يحافظون. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم على صلواتهم يحافظون، إلى قوله تعالى: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى قوله تعالى: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. قال سبحانه وتعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، إلى قوله تعالى: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. بهذا الشرط، شرط المحافظة على الصلوات، قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ثم تعلم أيها المسلم أن العمل الصالح يبطل بأشياء. قد يعمل الإنسان أعمالاً صالحة لكنه يبطلها بأشياء، أعظمها الشرك، الشرك بالله يحبط الأعمال. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال، والشرك الأصغر يحبط العمل الذي خالطه، مثل الرياء، الرياء في العمل أو السمعة تحبط ذلك العمل الذي خالطته. فعلى المسلم أن يخلص عمله لله عز وجل من الشرك الأكبر ومن الشرك الأصغر. وكذلك الردة تحبط جميع الأعمال، الردة عن دين الإسلام بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام القولية أو العملية أو الاعتقادية. فمن ارتد عن الإسلام بطلت أعماله. قال تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالردة والعياذ بالله خطرها عظيم، وقد يرتد الإنسان بكلمة يقولها لا يلقي لها بالا فتحبط عمله. فيجب على المسلم أن يحذر من نواقض الإسلام القولية والعملية والاعتقادية، وذلك بأن يتعرفها ويدرسها حتى يتجنبها، فإنها خطر عظيم. وكذلك مما يحبط العمل المن به والإعجاب به. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى
لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فدل على أن المن بالصدقة والإعجاب بها يبطل العمل، وكذلك المن على الله بالأعمال الصالحة والإعجاب بها وأن يدلي على ربه بأعماله بدون أن يخاف من ردها أو بطلانها. قال الله جل وعلا في المقربين من عباده والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ثلاث صفات لهؤلاء: يؤتون ما آتوا من الأعمال الصالحة العظيمة، وقلوبهم وجلة يعني خائفة من ربها عز وجل، لا تعجب بأعمالها ولا تتمنن بأعمالها، وإنما تراها شيئا يسيرا أو شيئا لا صحة له، لأنها لا تدري هل يقبل منها أو لا. قال الله جل وعلا: إنما يتقبل الله من المتقين. قلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يلازمون الخوف من الله سبحانه وتعالى مع كثرة أعمالهم الصالحة. أولئك يسارعون في الخيرات، لا يتكاسلون ولا يتوانون، وإنما يسارعون في الخيرات قبل فواتها، يبادرون إليها ولا يتباطؤون ولا يتكاسلون عنها. هذه صفتهم في كل حياتهم، وهم لها سابقون، يسبقون غيرهم إلى كل عمل صالح، ولا يرضى أن يسبقه أحد إلى العمل الصالح، فإن سبقه أحد اهتم واغتم بذلك. هذه صفة عباد الله الذين يعرفون الله حق المعرفة ويخشونه حق خشيته. كذلكم مما يبطل العمل أن يريد الإنسان بعمله الدنيا، يستعمل الدين لأجل الدنيا لا لأجل الأجر والثواب. قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فالإنسان الذي يعمل الأعمال الصالحة لأجل طمع الدنيا لا لأجل ثواب الآخرة، هذا أعماله باطلة وحابطة، وليس له في الآخرة إلا النار والعياذ بالله. كذلك مما يذهب بأعمال الإنسان يوم القيامة المظالم التي للناس عليه، حقوق الناس إذا لم يؤدها إليهم في الدنيا من المظالم والديون وغير ذلك من الحقوق، فإنها تؤخذ من حسناته يوم القيامة، وقد تأتي على جميع حسناته فلا يبقى له حسنة فيدخل النار، كما قال صلى الله عليه وسلم عن أناس يأتون يوم القيامة بأعمال أمثال الجبال، أعمال صالحة أمثال الجبال،
فيأتي وقد ظلم هذا وقد ضرب هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئات المظلومين فطرحت عليه فطرح في النار. وكذلك مما يذهب بالأعمال أن تكون سيئاته أرجح في الميزان يوم القيامة، لأن الأعمال توزن بالموازين يوم القيامة، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فمن رجحت سيئاته بحسناته صار من أهل النار، ومن رجحت حسناته بسيئاته صار من أهل الجنة. ومن يدري عن هذا المصير؟ فلذلك يجب على العبد أن يكون خائفاً وجلاً من هذا المصير ومن هذا الميزان الذي يطيش بالذرة، يطيش بالذرات يوم القيامة. وكذلك مما يقطع ثواب الإنسان أن يترك العمل، يكون له أعمال صالحة من صدقات وصيام وصلوات واجتهاد في الخير، ثم إنه يترك ذلك من غير عذر شرعي، فهذا ينتهي ثوابه عند نهاية عمله، ينتهي ثوابه عند نهاية عمله، فإن واصل العمل واصل الله له الجزاء والثواب والمضاعفة، وإن قطع العمل قطع الله عنه ثوابه وقطع عنه الأجر، إلا إذا كان معذورا كالمريض المسافر، فإن الله يكتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. أما إذا ترك العمل من غير عذر هو من باب التكاسل والضياع، فهذا يتوقف، يتوقف جزاؤه وثوابه عند نهاية عمله. والله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وهذا مثل الذي يجتهد في شهر رمضان بالطاعات، فإذا انتهى رمضان عطل العمل وانتهى من العمل، فهذا من هذا الصنف الذي عمله يكون محدوداً بوقت، فإذا انتهى ذلك الوقت انتهى عمله. والله جل وعلا لم يجعل نهاية لعمل المسلم إلا بالموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، الموت، لا ينقطع عمل المسلم إلا بالموت، فما دام حيا فإنه مطلوب منه العمل. فاتقوا الله عباد الله، ولازموا طاعة الله وتقوى الله. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من البيان والذكر الحكيم. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واحذروا الشواغل، احذروا الشواغل التي شغلت كثيرا من الناس عن الأعمال الصالحة من فتنة الدنيا وفتنة الأولاد وفتنة الملاهي والأشغال التي تصرف الإنسان عن طاعة الله عز وجل. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وإننا في زمن كما تعلمون حصل فيه من الفتن ما لم يسبق له مثيل. حصلت فتن جديدة لم تكن موجودة من قبل بواسطة هذه المخترعات وهذه الصناعات وهذه التي غطت على الناس فانشغلوا بها عن طاعة الله عز وجل. ما بالكم بالذي يسهر كل الليل أو معظم الليل على متابعة القنوات الفضائية وما يعرض فيها من شرور وفتن، أو مع الإنترنت والشبكات العنكبوتية وما يعرض فيها من شرور وفتن عليه وعلى أهله وأهل بيته، ثم ينام عن صلاة الفجر، بل ينام عن ربما ينام كل النهار، وإن كان له عمل وظيفي إنه يستيقظ وقت العمل ويذهب إلى العمل ثم يعاود النوم ولا يعرف صلاة ولا يعرف طاعة. شغلته هذه الفتن والعياذ بالله، أو انشغل بطلب الدنيا وجمعها ومتابعتها والسير ورائها حتى انشغل بها عن طاعة الله عز وجل. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، لم يلتفت لهذا النهي وهذا التنبيه من الله سبحانه وتعالى، ولم يتصف بصفة الذين يطلبون الرزق فإذا حان وقت الصلاة أقبلوا على صلاتهم. قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فعلى المسلم أن يتنبه لنفسه وأن يتنبه لدينه وأن يحذر من الفتن والصوارف وأن يحافظ على عمره من الضياع، فإنه ليس لك من هذه الدنيا والآخرة إلا هذا العمر. فإن حافظت عليه بطاعة الله حفظت دنياك وآخرتك، وإن ضيعته ضيعت دنياك وآخرتك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مستقراً وسائر بلاد المسلمين
عامة يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح سلطاننا، وولي علينا خيارنا، واكفنا شر شرارنا، واكفنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واردد كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين وأعداء المسلمين الذين يريدون أن يبدلوا دينك ويكذبوا رسولك ويهدوا عبادك الصالحين. اللهم دمرهم تدميرا، اللهم اشغلهم بأنفسهم، اللهم سلط بعضهم على بعض، اللهم سلط عليهم من هو أقوى منهم. اللهم كف عنا بأسهم وكيدهم وطغيانهم وعدوانهم، واجعل ذلك كله في نحورهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أصلح بطانتهم، اللهم أصلح أعمالهم، اللهم قرب إليهم بطانة الخير، وأبعد عنهم بطانة الشر والفساد يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، قد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروا نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.